انه بعض اللي تم تعيينهم من الجامعات المصرية كمستشارين او خبراء لمعاون السيد رئيس الجمهورية كانوا بيتقاضوا مرتباتهم من جهة عملهم الاصلية وايضا المكافأة التي تصرف لهم من رئاسة ايضا مساله تعيين السيد اسعد الشيخ نائب رئيس الديوان بدرجه نائب وزير لم ترد ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسه الجمهوريه. ما فيش في رئاسه الجمهوريه ما تعيينه على هذه الدرجه. وبالتالي دي بتشكل مخالفه لاحكام الماده الثامنه من القانون 47 لسنه 78 لاصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله والتعديلات.